السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلصنا مع بعض الأركان الموضوعية العامة والأركان الموضوعية الخاصة. باقي آخر ركن من هذه الأركان وهي الأركان الشكلية أو الشروط الشكلية، بحسبان أن عقد الشركة من العقود الشكلية، فيلزم إلى جانب الأركان الموضوعية العامة والخاصة توافر أركان شكلية لإنعقاد عقد الشركة ولكي ينفذ في مواجهة الغير. وقد استلزم القانون الوضعي سواء كانت الشركة مدنية أو تجارية كتابة عقد الشركة ونشر وشهر هذا العقد. يبقى إذن الأركان الشكلية لعقد الشركة الكتابة والنشر والشهر. العنصر التامع، عنصر المحاضرة هنتكلم فيه عن بطلان الشركة. العنصر التامع، عنصر المحاضرة هنتكلم فيه عن بطلان الشركة. العنصر الثالث والأخير هنتكلم فيه عن الشركة الفعلية أو شركة الواقع. يبقى عناصر المحاضرة ثلاثة: الأركان الشكلية لعقد الشركة، العنصر الثاني بطلان الشركة، العنصر الثالث الشركة الفعلية أو شركة الواقع. نيجي للعنصر الأولاني من عناصر المحاضرة وهي أركان الشكلية لعقد الشركة. واضح أنها ركنين: الكتابة والنشر والشهر. الكتابة والنشر والشهر. نيجي للكتابة. أولا شكل الكتابة بيختلف باختلاف شكل الشركة. شكل الكتابة يختلف باختلاف شكل الشركة، ولكن المهم لما نعرف ان لابد من ان يكون عقد الشركة مكتوب. لازم يكون عقد الشركة مكتوب وإلا كان العقد باطلا. لكن شكل الكتابة بيختلف باختلاف الشركة. ففي عقد الشركة المدنية وشركات الأشخاص. ففي الشركات المدنية وشركات الأشخاص بتكون الكتابة عرفية أو رسمية، فلم يشترط بشأنها القانون شكل معين. فلم يشترط بشأنها القانون إيه؟ شكل معين. نفس الأمر بيتكلم بخصوص تعديل العقد. يبقى لو كانت الكتابة ضرورية لإنشاء العقد فهي أيضا لازمة لإدخال التعديلات عليه أثناء حياة الشركة، كما لو رغب الشركاء مثلا في إطالة مدتها أو تقصير مدة الشركة أو زيادة رأس المال أو تخفيض رأس المال أو غير ذلك من الأمور. في هذه الحالة يجب أن تكون كتابة التعديلات بذات الشكل الذي كتب بها العقد الأصلي، وبالتالي إذا كان العقد الأصلي مكتوب كتابة رسمية يجب أن يأتي التعديل مكتوب كتابة رسمية، وإذا كان العقد الأصلي مكتوب كتابة عرفية يجب أن يأتي التعديل مكتوب كتابة عرفية. أما بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981 وهي شركات المساهمة، التوصية بالأسهم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة الشخص الواحد، فقد اشترط القانون بشأن شكل كتابة العقد أن يكون العقد الابتدائي أو نظام الأساسي للشركة مكتوب يا إما كتابة رسمية أو مصدق على التوقيعات فيها. يبقى بالنسبة لهذه الأشكال من الشركات التجارية لابد أن يكون العقد الابتدائي للشركة أو نظامها الأساسي مكتوبة كتابة رسمية أو مصدق على التوقيعات الواردة فيها، وذلك على خلاف الحال بالنسبة للشركات المدنية وشركات الأشخاص. يبقى إذن شكل كتابة العقد بتختلف باختلاف شكل الشركة. طيب يا ترى هل هناك أثر لهذه الكتابة على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية؟ يجب التفرقة بين الشركات المدنية وشركات الأشخاص من جانب، والشركات الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981. بالنسبة للشركات المدنية وشركات الأشخاص بتكتسب هذه الشركات الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها،
بتكون هذه الشركات او بتكتسب هذه الشركات الشخصيه المعنويه بمجرد تكوينها، وتكون الشركه قد تكونت مع افتراض اركانها الموضوعيه والشكليه الاخرى. خلاص كده يا شباب. اذا منذ لحظه كتابه عقد الشركه على افتراض توافر باقي الارقام بتكون عندنا شركه مستجمعه لي ومكتسبه هي الشخصيه المعنويه، لكن لا يحتج بها، يعني لا يحتج بهذه الشركه اللي هي موجوده من الغير، لا يحتج بها على الغير الا بعد اتمام اجراءات النشر المقرره قانونا، الا بعد اتمام اجراءات النشر والشهر المقرره قانونا. خلاص كده يا شباب. طيب بالنسبه للشركات الخاضعه للقانون رقم 159 سنه 1981، لا تكتسب هذه الشركات الشخصيه المعنويه بمجرد تكوينها. بالنسبه للشركات الخاضعه للقانون رقم 159 سنه 1981، لا تكتسب هذه الشركات الشخصيه المعنويه بمجرد تكوينها، وانما يلزم قيدها في السجل التجاري ومضي 15 يوما على تاريخ هذا القيد. خلاص كده. يبقى بالنسبه لهذه الشركات لابد من قيدها في السجل التجاري وان يمضي على هذا القيد كم يوم؟ 15 يوما، باستثناء شركة الشخص الواحد، باستثناء شركة الشخص الواحد فتكتسب الشخ او فتكتسب فتكتسب الشخصية المعنوية بمجرد قيدها في السجل التجاري، يعني لا يلزم لها مضي 15 يوما. بالنسبة لشركة الشخص الواحد بتكتسب الشخصية المعنوية بمجرد قيدها في السجل التجاري. بالنسبة لنشر وشهر عقد الشركة، اللي عايزكم تعرفوه فيه أن هذه الإجراءات بتختلف باختلاف شكل الشركة. يبقى بالنسبة لشركات الأشخاص لها إجراءات للنشر والشهر، هذه الإجراءات بتختلف باختلاف شكل الشركة، بتختلف عن تلك الإجراءات اللازمة لنشر وشهر شركات الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981. هو ده بس اللي عايز تعرفوه من في هذا العنصر، هو نشر وشهر عقد الشركة بيختلف باختلاف شكل الشركة. شركات الأشخاص لها إجراءات بتختلف عن الإجراءات اللازمة لنشر وشهر عقد الشركة، لنشر وشهر عقد الشركة. نيجي للعنصر الثاني من عناصر المحاضرة، وهو نيجي لبطلان عقد الشركة. هو ده العنصر الثاني من عناصر المحاضرة. البطلان له ثلاث صور، البطلان له ثلاث صور، بطلان مطلق وبطلان نسبي وبطلان من نوع خاص. البطلان له ثلاث صور، بطلان مطلق، بطلان نسبي، بطلان من نوع خاص. أحكام البطلان المطلق إيه هو؟ خلاص كده. أحكام البطلان المطلق: واحد، يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. اثنين، يجوز التمسك به من كل ذي مصلحة، يجوز التمسك به من كل ذي مصلحة. ثلاثة، لا تجوز إجازته، لا تجوز إجازته. نيجي لأحكام البطلان النسبي: لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، أحكام البطلان النسبي لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لمن تقرر البطلان لمصلحته فقط التمسك به، لمن تقرر البطلان لمصلحته فقط التمسك به. ثلاثة، تجوز إجازته، ثلاثة تجوز إجازته. أحكام البطلان من نوع خاص، البطلان من نوع خاص له أحكام، خليط ما بين أحكام البطلان المطلق وأحكام البطلان النسبي. تجوز إجازته، لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، لكل ذي مصلحة التمسك به. يبقى تجوز إجازته، لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، لكل ذي مصلحة التمسك به. يبقى واحد حكمين من البطلان النسبي وحكم واحد من البطلان المطلق. طيب نيجي لأحوال هذا البطلان في نطاق عقد الشركة. إمتى يكون عقد الشركة باطل بطلان مطلق؟ وإمتى يكون بطلان عقد الشركة باطل بطلان نسبي؟ وإمتى يكون عقد الشركة باطل بطلان من نوع خاص؟ أولاً، بطلان عقد الشركة
المطلق. اولا بطلان عقد الشركة المطلق، اولا في حالة انعدام ارادة الشركاء، الارادة منعدمة، او كان عقد الشركة غير مشروع، او كان سبب الشركة غير مشروع، او كان اهلية الشريك منعدمة. تاني، يبقى احوال البطلان المطلق في عقد الشركة، احوال البطلان المطلق في عقد الشركة. امتى يكون عقد الشركة بطلان مطلق؟ في حالة انعدام الرضا، في حالة انعدام الاهلية، في حالة ما اذا كان المحل غير مشروع، في حالة ما اذا كان السبب غير مشروع، في حالة ما اذا كان المحل غير ممكن واقعا وغير ممكن قانونا. هنا نقدر نقول ان عقد الشركة باطل بطلان مطلق، ويسري بشأنه احكام البطلان المطلق اللي احنا قلناه. طيب، ما هي احوال البطلان النسبي في نطاق عقد الشركة؟ امتى يكون عقد الشركة باطل بطلان نسبي؟ واحد، في حالة تعيب ارادة احد الشركاء، في حالة تعيب ارادة احد الشركاء مع مراعاة عيب الاستغلال، في حال ما اذا كان المحل مستحيل تحققه استحالة نسبية مش مطلقة، في حال ما اذا كان محل الشركة او غرض الشركة مستحيل استحالة نسبية، في حال ما اذا كانت اهلية احد الشركاء ناقصة مش منعدمة، في حال ما اذا كانت اهلية احد الشركاء ناقصة. خلاص كده يا شباب. طيب، أمال فين أركان الموضوعية الخاصة؟ يترتب على تخلف أحد أركان الموضوعية الخاصة بطلان، أولا في حالة تعدد الشركاء، أو تقديم في حالة تعدد الشركاء، أو نية أو تقديم الحصص، لا وجود للشركة. خلاص كده، لا وجود للشركة أساسا. في حالة تعدد الشركاء أو تقديم الحصص، مفيش تعدد شركاء ومفيش حصص، مفيش شركة أساسا. لكن بالنسبة لي ركن نية المشاركة وتصميم الأرباح ممكن يكون متصور وقوعه بوجود شرط الأسد. بالنسبة لوجوده بنقاط، بالنسبة لوجود هذا الشرط بيؤدي إلى بطلان الشركة، بطلان من نوع خاص، بطلان من نوع خاص. يبقى إذن البطلان الناشئ عن تخلف الأركان، والبطلان الناشئ عن وجود أو عدم وجود كتابة عقد الشركة أو عدم نشر عقد الشركة، هذا بطلان من نوع خاص. يبقى إذن ما هي حالات البطلان من نوع خاص؟ حالات البطلان من نوع خاص إذا لم يكن عقد الشركة مكتوب. خلاص كده شباب. أو إذا كان عقد الشركة غير منشور، إذا كان عقد الشركة غير مكتوب، أو إذا كان عقد الشركة غير منشور أو غير مشهر، هي دي حالات البطلان اللي هي من نوع خاص. وبالتالي أما في حالة انعدام تعدد الشركاء أو انعدام تقديم الحصة، أصلا لا حديث عن شركة من أساس، لا حديث عن شركة من أساس. أما بالنسبة لتخلف ركن نية المشاركة وتصميم أربع الخسائر، غالبا ما يكون معاصر لانعقاد العقد، وذلك بأن يتضمن عقد الشركة شرط الأسد. إذا تخلف هذا الشرط أو هذا الركن نكون يؤدي إلى بطلان عقد الشركة، بطلان إيه؟ مطلق. يبقى إذن تخلف أحد الأركان الموضوعية الخاصة يؤدي إلى بطلان الشركة بطلان مطلق، تخلف أحد الأركان الموضوعية الخاصة يؤدي إلى بطلان الشركة بطلان مطلق. لكن البطلان من نوع خاص هذا بينشأ فقط حال تخلف أحد الأركان الشكلية. تخلف احد الاركان الشكليه يؤدي الى بطلان الشركه بطلان من نوع خاص. نيجي اخر عنصر من عناصر المحاضره، وهو الشركه الفعليه او شركه الواقع. الشركه الفعليه او شركه الواقع، يعني ايه شركه فعليه او شركه الواقع؟ يعني ماذا تعني هذه الكلمه؟ اولا وفقا للقواعد العامة للبطلان، متى أبطل عقد الشركة اعتبر كأن لم يكن. ده قواعد عامة، خد بالك دي قواعد عامة. متى أبطل عقد الشركة اعتبر هذا العقد كأن لم يكن، بحيث يذول العقد وما نشأ عنه من شخص معنوي
وكل الآثار التي ترتبت عليه بأثر رجعي بحيث يزول العقد وما نشأ عنه من شخص معنوي اللي هو الشركة يعني، وكذلك تزول كافة الآثار التي ترتبت عليه بأثر رجعي. بنقول إيه؟ إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد. الكلام ده سواء في العلاقة ما بين الشركاء أو فيما بين الشركاء والغير. طيب هناك صعوبة هنا بقى جت موضوع إيه، الشركة الفعلية أو الواقع. لكن هناك صعوبة جدا في بعض الأحوال من إرجاع الأثر الرجعي للبطلان. هناك صعوبة في بعض الأحوال من إرجاع أو إعمال الأثر الرجعي للبطلان. خلاص كده بالنسبة للماضي. لكن بالنسبة للمستقبل سهل خلاص. يبقى بالنسبة للمستقبل لا يثير، بالنسبة للمستقبل خلاص بصدور الحكم المطلان تنقضي الشركة وما نشأ عنه وزعم عليه بالنسبة للمستقبل. لكن بالنسبة للماضي، فيما بالنسبة للماضي لو كانت الشركة قامت ببعض الأنشطة، ما مصير هذه الأنشطة؟ ليه؟ لأن بعض الأعمال في هذه الحالة قد تكون يعني اشتريت سلعة وكلتها مثلا، ازاي هرجع هذه السلعة بعد ما فنيت؟ ففي هذه الحالة اعمال الاثر الرجعي للبطلان سوف يؤدي الى نتائج غير عادلة بالنسبة للشركاء نفسهم او بالنسبة للغير. ذلك لان مقتضى الكلام ده ان كل شريك بيسترد حصته وان يرد للشركة ما الارباح التي حصل عليها. ايضا بيؤدي الى وقوع من نتائج غير عادلة بالنسبة للغير، لان مقتضى الاثر الرجعي للبطلان اهدار كافة ما ابرزته الشركة من تعاملات والتضحية بكافة المناكد القانونية التي قد ترتبت عليها وما باغته بالنسبة للغير. في كل هذا وهو الغير يعني اعتقد ولأسباب مشروعة ان الشركة صحيحة وان التصرفات على اراضيها صحيحة. وبالتالي احنا بنقول بقى ان الشركة الفعلية او شركة الواقع هي اعتبار الشركة صحيحة، مفهوم شركة الواقع او الشركة الفعلية اعتبار ان هذه الشركة صحيحة بالرغم من قضاء بطلانها، اعتبار ان هذه ان الشركة مفهوم شركة الواقع او الشركة الفعلية هي شركة مقضي ببطلانها ومع ذلك يعترف بوجودها واقعا او فعليا في المرحلة السابقة على الحكم بالمطلق وليس اللاحقة. خلاص بمجرد صدور الحكم بالنسبة للمستقبل ما بقاش في شركة، لكن انا بعتبر الشركة في بعض الاحوال كما لانها صحيحة فعلا وقائمة فعلا بالنسبة للتصرفات التي قامت بها في الماضي، بالنسبة للتصرفات التي قامت بها الماضي في بعض الاحوال. خلاص كده فهمنا يعني ايه مفهوم شركة الواقع. هو الهدف من هذه الشركة ايه؟ عدم اعمال الاثر الرجعي للبطلان في بعض الاحوال، اعتبار الشركة المقضي بطلانها صحيحة وقائمة فعلا في الفترة السابقة على الحكم بالبطلان في بعض الاحوال بالنسبة للتصرفات القانونية التي ابرمتها. يبقى اذا لهذه الشركة نطاق يعني هناك احوال لا يترتب عليها وجود شركة واقع او شركة فعلية، هناك احوال لا يترتب عليها وجود لا يترتب عليها وجود شركة واقع او شركة فعلية. ما هي هذه الاحوال؟ هنا الاحوال التي لا يجوز فيها او لا يتخلف عنها شركة واقع هي حالات البطلان المطلق. يبقى اذا في البطلان المطلق اذا كان سبب بطلان الشركة هو بطلان مطلق، انعدام اراد احد الشركاء، انعدام نية المشاركة، انعدام الاهلية، سبب غير مشروع، كل هذه احوال بطلان المطلق. هذه الاحوال لا يترتب عليها ايه؟ شركة الواقع. دي معنى غير من ايه؟ نطاق تطبيق شركة الواقع او الشركة الفعلية. يبقى اذا في حالات البطلان المطلق لا يتخلف عنها شركة فعلية او شركة واقع. اذا تتخلف الشركة الفعلية او شركة الواقع في حالة ما اذا كان البطلان بطلان نسبي، في حالة ما اذا كان البطلان بطلان نسبي كنقص اهلية احد الشركاء او لعيب
شاب إرادته كغلط أو تدريس. يبقى إذن أول حالة بيتخلف عنها حالات البطلان، حالات شركة الواقع إذا كان البطلان مؤسسا على نقص في أريد أحد الشركاء أو لعيب شاب إرادته، اللي هو إيه؟ البطلان النسبي. البطلان هون النسبي. يبقى إذن البطلان يقتصر على المستقبل، أما فيما يتعلق بالماضي فإن الشركة تعد قائمة فعلا. من هنا جت كلمة الشركة هي فعلية، أما بالنسبة للماضي فإن الشركة تعد قائمة فعلا بالنسبة لباقي الشركاء. الحالة الثانية التي ينشأ عنها شركة فعلية حالة ما إذا كان البطلان مؤسسا على تخلف أحد الشروط الشكلية اللازمة لعقد الشركة، وهي الكتابة والنشر والشهر. الحالة الثانية لما تخلف عنها شركة واقع أو شركة فعلية حالة البطلان المؤسس على تخلف أحد الشروط الشكلية اللازمة لعقد الشركة، وهي الكتابة والنشر والشهر. نيجي لي آخر عنصر وهو النظام القانوني للشركة الفعلية أو شركة الواقع، بنطبق عليها أي قواعد. أول حاجة هناك قواعد رئيسية تحكم هذا النظام القانوني. أولا هناك قاعدة تتعلق بالشركة ذاتها، وهناك قاعدة تتعلق بالشركاء أنفسهم، وهناك قاعدة تتعلق بالغير. بالنسبة للقاعدة التي تتعلق بالشركة ذاتها، يترتب على الاعتراف الفعلي بالشركة في الفترة السابقة على الحكم مطلقها أن هذه الشركة بتعتبر في هذه الفترة كما لو كانت صحيحة تماما، فيكون لها شخصياتها المعنوية وذمتها المالية المستقلة عن دين الشركاء بها. خلاص كده، يبقى بالنسبة للشركة أنا بعتبر هذه الشركة صحيحة وقائمة فعلا، ولها شخصيتها المعنوية ولها ذمتها المالية المستقلة عن دماء الشركاء بها. أما بالنسبة للقاعدة الخاصة بالشركاء أنفسهم، في هذه الحال الشركاء الذين أطلت الشركة في مواجهتهم يظل عقد الشركة صحيح في مواجهة الشركاء، عقد الشركة يظل في مواجهة الشركاء صحيح مع ما يترتب على ذلك من احتفاظهم بحقهم في الأرباح. كذلك توزيع وفقا لقواعد توزيع اللي حقناها، وفقا لقواعد توزيع الأرباح والخسائر الموضوع عليها في عقد الشركة. كذلك لو كان أحد الشركاء لم يتم سداد حصته للشركة في هذه الحالة أن تطالبه بالحصة التي لم يقدمها. أما عن القاعدة الخاصة بالغير، وهي طبعا مترتبة على اعتبار أن الشركة صحيحة في الفترة التي سبقت الحكم ببطلانها، هذا وأداه أن كافة التصرفات التي أبرمتها الشركة مع الغير هذه التصرفات تكون صحيحة ومنتجة لأثرها. هذه القاعدة الأخيرة، هذه القاعدة التي بحتاج إلى تفصيل، لأن هناك من التصرفات التي تقوم الشركة مع الغير قد ينتج عنه أن يصبح هذا الغير مدين، يعني عليه فلوس للشركة. في هذه الحالة للشركة أن تطالب هذا الغير بهذا الدين. العكس صحيح، ممكن يكون الشركة هي اللي مدينة والشريك هو والغير هو اللي داعي. في هذه الحالة يكون لهذا الغير أن يطالب الشركة بهذا الدين. ده بالنسبة مين؟ لدائني الشركة. إذن للشركة الفعلية نظام قانوني، هذا النظام يتمثل في ثلاث قواعد: قاعدة خاصة بالشركة نفسها، وقاعدة خاصة بالشركاء أنفسهم، وقاعدة خاصة بالغير. كل ده لعدم إعمال الأثر الرجعي للبطلان في بعض الأحوال نظرا لعدم عدالة مثل هذا الإعمال وهو الأثر الرجعي للبطلان. شكرا لكم شباب، نتقابل إن شاء الله المحاضرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.